بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات الأخوة الأعزاء، حضورنا الكريم، أسعد الله مساءكم جميعا. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء أو هذه المحاضرة التي خصصت للحديث عن ذكرى الميثاق وذكرى الحراك الوطني. وباسمكم أيضا نرحب بالأخوين العزيزين الأستاذ خليل المرزوق والأستاذ رضي. حسب الاتفاق أنه سيتناول الأخ رضي الأستاذ رضي جانب الميثاق، والأستاذ خليل سيتكلم أو سيتحدث عن الحراك بشكل عام والوضع السياسي الراهن وكثير من النقاط التي يمكن يسعفنا الوقت للتطرق لها. أما من جانبي أنا سأبدأ بورقة سأشير فيها إلى بعض المسائل الهامة، إضافة إلى بعض الملاحظات عن الحراك وعن الميثاق وغيرها أيضا من النقاط. لذلك اسمحوا لي ويسمحوا لي الأخوين العزيزين أن أبدأ بهذه الورقة التي أتمنى أن لا تطيل أكثر من 15 دقيقة، ومن ثم أفسح المجال للأخوين. بداية، ونحن نتحدث في ذكرى ميثاق العمل الوطني وانطلاق الحراك الشعبي، دعونا نؤكد على أربع مسائل هامة. الأولى، إن الثورات والانتفاضات وكل التحركات الشعبية هي ليست ضرورة، إنما هي خيار تلجأ إليه الشعوب والقوى السياسية عندما تفشل النخب أو الأنظمة السياسية في الاستجابة لتطلعات شعوبها في الحرية والعدالة والمواطنة والحياة الحرة الكريمة. بمعنى، فعندما تصادر الحريات وتهدر الكرامات وتنهب الثروات يصبح الحراك هنا أمرا ضروريا من أجل الإصلاح والتغيير. المسألة الثانية هي أن لكل انتفاضة أو حراك جماهيري خصوصية تفرضها الظروف الداخلية والمحيطة، وإن كانت تشترك في توحد أسباب انطلاقها، الأمر الذي يستوجب عدم إطلاق أي تقييم عام أو شامل لكل هذه التحركات، سواء من حيث الإنجازات التي تحققت أو من حيث الإخفاقات التي صاحبتها في هذه الدولة أو تلك. وبالحديث عن الإخفاقات، لا يجب أن نغفل أو نتجاهل دور الشباب وتضحياتهم، فهم الذين شعلوا الشرارة الأولى لهذه الانتفاضات السلمية، فقد تحركوا من أجل الحرية والعدالة. فالتعثر في بعض الخطوات أو الخطأ في بعض القرارات لا ينفي نبل أهدافهم ولا يلغي مشروعية تحركهم وعدالة مطالبهم. المسألة الثالثة، وهي أن دخول العامل الديني والمذهبي إضافة إلى عسكرة الانتفاضات أو اللجوء إلى العنف مهما كان حجمه أو طبيعته، يمثل بعدا ضارا ومشوها للحراك، ويمثل الطريق الأقصر لنهايته، لأنه بذلك يكون قد انحرف عن مساره الوطني ودخل طريق تدميري للوطن، وهذا لا يمكن قبوله تحت أي مبرر. المسألة الرابعة والأخيرة هي أن جميع الثورات والانتفاضات والتحركات الشعبية في هذا القطر أو ذاك قد تعرضت إلى عملية تشويه وطعن في أهدافها وتخوين قادتها، كذلك جرى تعمد وصفها بالعديد من النعوت والأوصاف السيئة، مثل اتهامها بالطائفية أو بالإرهاب أو بأنها مؤامرة خارجية ترمي إلى أسقاط الدولة ومؤسساتها، هذا عدا عن القبضة الأمنية الشرسة التي تضرب في كل مكان.
وكل ذلك أمرا متوقعا وطبيعيا من جانب الأنظمة والقوى الموالية، ومن جانب قوى الثورة المضادة الكارهة للديمقراطية والتي تتربص بهذه الانتفاضات لتصفية حساباتها معها ومحاولة العودة بالبلاد إلى ما قبل الحراك. وكما أن مثل هذه الاختراقات الداخلية واردة ومتوقعة، كذلك الاختراقات الخارجية التي يمكن أن تستغل الأحداث وتحاول توظيفها بما يخدم أجندتها ومصالحها. وبدون أدنى شك أن مواجهة أي حراك أو انتفاضة مثل هذه التحديات سوف ينعكس سلبا على مسارها ويحد من اندفاعاتها وسرعة تحقيق أهدافها، ولكن ليس بمقدورها تقويضها أو إفشالها. إنما الخطورة والتحدي الأساس الذي يواجه أي ثورة أو انتفاضة هو ضيق المساحة الوطنية لها وارتباطها بمطالب وأهداف فئوية مذهبية كانت أو حزبية أو مناطقية، إضافة إلى غياب القيادة الموحدة وانعدام الرؤية السياسية الشاملة والافتقار إلى البرامج المتكاملة لكل محطة أو مرحلة من مراحل هذه الثورات والتحركات. بعد هذه الملاحظات السريعة دعونا نتحدث عن أوضاعنا اليوم بعد مرور 5 أعوام على انطلاق الحراك الشعبي. باختصار نقول أننا في الظروف الراهنة أصبحنا جميعا كسلطة وقوة سياسية ومجتمعية أمام تحديات مصيرية وتاريخية. فأما أن تتخطى بلادنا هذه المرحلة الصعبة عبر التوافق على ضرورة تصحيح المسار السياسي الراهن والعودة إلى حياة سياسية واجتماعية عادلة ومستقرة، وعبر التمسك بوحدتنا الوطنية وحمايتها من أي مخاطر أو الزج بها في تجاذبات مذهبية أو سياسية أو الانزلاق إلى مزيد من الصراعات الداخلية والاستقطابات الطائفية التي تحمل في طيتها مخاطر جسيمة على المجتمع والوطن، خاصة مع تصاعد حدة الصراعات الإقليمية التي تأخذ أبعادا طائفية لم نعد قادرين على صد ارتداداتها المدمرة. وكلما تأخرت خطوات المعالجة الصحيحة للأزمة، وكلما طالت عملية تصحيح مسار تصحيح الوضع السياسي والاجتماعي المضطرب، وكلما استمرت محاولة الالتفاف أو الهروب من الاستحقاقات السياسية والدستورية التي نادى بها وبشر بها ميثاق العمل الوطني والدستور، كلما يعني ذلك فتح المجالات أكثر لزيادة ومضاعفة حجم الاستقطاب والانقسام في المشهد السياسي والاجتماعي في بلادنا. ومع قسوة الظروف الراهنة فإننا لا نريد أن نجعل اليأس بديلا للأمل، لذلك لا بد من التحرك واقتراح الحلول، ولا بد من التفكير في المبادرات الوطنية الصادقة التي تضع قطار التسوية السياسية على السكة الصحيحة. فليس هناك أكثر من الأزمات المستعصية تستوجب مثل هذا التفكير وإعادة النظر في المواقف السياسية وعدم الإدعان لمنطق الجمود القائم أو التسليم لإرادة أصحاب الخيارات الأمنية والطائفية أو الحلول الجزئية. إذن نحن أمام خيارين لا ثالث لهما، أما استمرار الوضع الراهن على حاله وزيادة تفاقمه مع الوقت وصولا إلى مزيدا من الاهتراء السياسي والتحشيد الطائفي الفائض من صراعات الإقليم، أو الإسراع في كسر حالة الجمود من خلال التقدم بمبادرة وطنية شاملة وعادلة تكون أولى خطواتها نزع أو رفع سيف القوة الأمنية المفرطة عن مجريات واقعنا السياسي، ومن ثم نزع فتيل الانفجار الطائفي الذي يتفاعل مع مجرى التطورات في المنطقة. الجميع يعيش حاليا أجواء مناخ سياسي واجتماعي موبوء ومشحوم بالعصبية المذهبية المنفلتة من عقالها، ومجتمع مشحوم بالخطاب السياسي التحريضي خاصة ضد قوى المعارضة ورموزها السياسية، وبالخطاب الإعلامي الذي يتعمد التضليل وقلب الحقائق والمساهمة في إشاعة أجواء التوتر وانعدام الثقة بين مكونات المجتمع. وبالعودة إلى ظروف وأسباب انطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2011، فيمكن القول ودون الوقوع في المحظور بأن هذا الحراك كان ولا يزال رد فعل طبيعي ومشروع للأوضاع السياسية والاجتماعية المضطربة والمفتقدة للعدالة والمساواة والمخالفة للأسس والأهداف التي بشر بها الميثاق، وإلى انعدام آفاق الإصلاحات السياسية والدستورية الحقيقية، بمعنى وجود حالة سياسية ودستورية واجتماعية
وحقوقية تحمل في ثناياها الأسباب والدوافع لهذا التحرك الشعبي الجماهيري. فمهما تباينت الآراء أو اختلفت وجهات النظر في التقييم لطبيعة الحراك الشعبي وبعض التداعيات التي خلفها، ومهما تضاربت المواقف من حجم الأخطاء التي وقع فيها هذا الحراك، إلا أنه ليس بمقدور أحد أن ينكر أن هذا الحراك في أحد إيجابياته قد كشف عمق الخلل السياسي والعفن الطائفي الذي يعاني منهما مجتمعنا، كما كشف عن مخاطر غياب الوحدة الوطنية باعتبارها الرافعة الوحيدة لأي مشروع ديمقراطي، وهي تمثل اليوم بالنسبة لنا أحد أهم التحديات التي علينا معالجتها من أجل ضمان نجاح أي حل سياسي للأزمة الراهنة. وبالحديث عن المبادرات الوطنية التي باتت تمثل ضرورة في الوقت الراهن من أجل اختراق الجمود الحاصل وفتح آفاق الحل السياسي، في هذا الإطار أستطيع القول وبكل ثقة أن كافة القوى السياسية المعارضة هي مع وجود هذه المبادرة وتتطلع لها بكل جدية ومسؤولية، لأنها كانت هي السباقة في طرح العديد من المبادرات ذات التوجه الوطني والتي تتصف بالموضوعية والشمولية. وفي هذا السياق يمكن استعادة تلك المبادرة التي أطلقتها القوى الوطنية المعارضة في ديسمبر 2013 وحملت اسم من أجل البحرين، وهو اسم لا يخلو من دلالة سياسية ووطنية، وأعلنت من خلالها عن استعدادها الدخول في حوار جاد يقود إلى توافق وطني حول كل القضايا والملفات التي كانت وراء تفجر الأزمة. وأستطيع القول جازما بأن هذه المبادرة بكل بنودها وأهدافها لا زالت فوق الطاولة، وتحتاج إلى عقول متفتحة وإلى إرادة سياسية جادة للتعاطي والتجاوب معها والحوار حول أسسها والتوافق على صياغتها النهائية. فهي ترتكز على أهداف استراتيجية تجعل الوطن كله هو الرابح في نهاية المطاف، ومعه جميع المواطنين بكل مكوناتهم السياسية والاجتماعية، طالما تصب في تحقيق أهداف العدالة والموضوعية والمواطنة المتساوية وصياغة واقع سياسي يحترم مبدأ حقوق الإنسان والتعددية ويؤكد على استقلالية بلدنا وسيادته ورفض التدخل في شؤونه الداخلية وحماية جبهته الداخلية من أي مخاطر أو مؤثرات خارجية والحرص على تقدمه ونهوضه في شتى المجالات. إذن هي أهداف من صميم ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي يفترض أنه قد جاء استجابة أو تتويجا لهذا الميثاق. أما أهم مرتكزات هذه المبادرة التي تستند إلى مرجعية الميثاق كما نتصور، بناء مملكة دستورية حقيقية، أي بناء دولة مدنية ديمقراطية قادرة على تحقيق الانصهار والاندماج الوطني من خلال ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية وضمان التعايش الأخوي بين مختلف مكونات المجتمع البحريني. ثانيا، رفض إقحام العقائد أو المذاهب في المجالات السياسية لقطع دابر الأزمات والاحتقانات التي تضعف البلاد وتهز استقرارها. ثالثا، بناء دولة قوية ومستقرة تقوم على أساس عقد اجتماعي تتحول نصوصه وبنوده إلى سلوكيات وتدابير عملية لتعزيز قيم الحرية والعدالة والمساواة والمواطنة، وتقوم فيها بيئة سياسية وصحية ومؤسسات قوية وقوة سياسية وطنية مستقلة وبرلمان ذي صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة. رابعا وخامسا، مملكة دستورية تتحول فيها كل المؤسسات إلى معامل صهر لكافة المواطنين وشرائح المجتمع المختلفة من خلال إتاحة الفرصة لكل أبناء الوطن على اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية والعقائدية للتواجد والتفاعل مع هذه المؤسسات بروح وطنية خالصة بعيدة عن أي توجهات طائفية أو مصالح حزبية، وأن يكون لهم دورا في بناء مستقبل بلدهم واختيار حكومتهم ومحاسبتها. نحن نؤمن ونعتقد اعتقادا راسخا بأن أي رؤية سياسية جادة تستهدف حقا انتشال البلد من أزمته سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لا خيار أمامها ولا سبيل لنجاحها سوى التوافق على هذه القواسم والمشتركات لبناء الدولة الوطنية الجامعة، لأن في هذا الوقت الضائع بين إيجاد الحلول السياسية وتواصل الأزمة يدفع الوطن والمواطن الكثير من التكاليف غير المبررة. لذلك لابد من لملمة الوضع الوطني برمته بسواعد وعقول كل أبناء الوطن
والتوجه لإعادة صياغته سياسيا ودستوريا انطلاقا من أسس المبادرة التي أشرنا إليها. المهم أن تتوفر النوايا الحسنة وصدق الإرادة السياسية من كافة الأطراف. وأخيرا نقول ونحن ندعو إلى وجود مثل هذه المبادرة وفق الأسس التي أشرنا إليها وفي ظل انعدام الثقة بين الأطراف المتصارعة وحالة العناد التي تتحكم في المشهد والوضع السياسي العام، ليس بمقدورنا التأكيد أو الادعاء بوجود فرص أو فرصة لقبول أو نجاح هذه الدعوة، ولكن الذي نستطيع تأكيده وبدرجة عالية من اليقين أن الدولة أو الجانب الرسمي هو الطرف المعني والمطالب أكثر من غيره بتهيئة الأجواء والظروف لجعل طريق هذه المبادرة سالكا مهما كثرت فيه المتعرجات والمطبات، وهذا هو أفضل وأسهل الطرق وأقلها كلفة. وشكرا لكم. يتفضل الأخ أستاذ رضي ليتحدث عن جانب الميثاق. شكرا. شكرا للأخوة في التجمع القومي. يعني أنا أتحدث شوي في التاريخ أكثر منه، ولم الأخ محمود يعني أخذ الموضوع من كل جوانبه، ولكن أريد أن أبدأ بمقاربة سريعة في المستوى المعيشي، لأن اليوم الوضع المعيشي ضاغط على الجميع. قبل الميثاق يعني كانت نسبة البطالة في البحرين تلامس 15-16%. بعد الميثاق نزلت هذه النسبة بشكل كبير، خاصة بعد استيعاب مئات المعلمين والمعلمات، وأيضا فتح المجال في أو فتح خط جديد في وزارة الداخلية تحت مسمى شرطة المجتمع، فأيضا استوعب الكثير مئات من الناس، وأيضا فتحت الكثير من مؤسسات الدولة لتصل لنسبة البطالة تلامس في الفترة الذهبية للتراجع النسبة هذه إلى في حدود 4%. لكن اليوم النسبة تزيد على 16%. إذن في هذا الموضوع أعتقد أن احنا رجعنا كما كنا قبل ميثاق العمل الوطني. فيما يتعلق بأزمة الإسكان، كان الطابور يصل إلى أكثر من 22,000 طلب، يعني 22,000 أسرة واقفة في الطابور قبل الميثاق. اليوم نحو 60,000 أسرة تقف في طابور الخدمات الإسكانية. الأجور بقت متجمدة منذ عقود طويلة، يأكل فيها نسبة التضخم وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، والآن يعني مع الإضافات الجديدة رفع الدعم يعني يأتي على أغلب هذه الأجور، وبالتالي بدلا من تنفيذ الاستراتيجية التي وضعت 2030، أعتقد اليوم احنا نواجه مشكلة، لأن كان هدف من هذه الاستراتيجية هو زيادة نسبة الطبقة الوسطى في المجتمع، ولكن اليوم الطبقة الوسطى تعاني من عملية اضمحلال وتآكل نتيجة لكل هذه الظروف، والسبب كما تعلمون هو انهيار أسعار النفط الذي تعتمد عليه الميزانية العامة بنسبة تفوق 80%. كان الدين العام قبل الميثاق لا يصل إلى المليار دينار، اليوم كما تعلمون هو يلامس 10 مليارات دينار، يعني أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ليوصل إلى 12.8 مليار دينار. إذن نحن أمام حالة دراماتيكية على الأرض نناقشها. الورقة الحقيقة عنوانتها لماذا صوت البحرينيون على ميثاق العمل الوطني، لن أقرأها لأنها طويلة،
سأقدم عناوين سريعة، ولكن كان مشروع ميثاق العمل الوطني عندما جاء كانت البلد واصلة إلى حائط مسدود، كان في هناك استنزاف من قبل المعارضة واستنزاف من قبل النظام السياسي، لم يستطع أي طرف من الطرفين أن حل حلول الوضع السياسي القائم، فكان في نوع من الاستاتيكو، وكانت الأزمة تأكل في البلد. حتى يعني بعد أن جاء جلالة الملك في 6 مارس 1999، وبعدها بعام بدأ الحديث عن ضرورة إيجاد مشروع يخرج البلد من أزمتها الطاحنة. المشروع جرى وكان في هناك ملامح لكن غير واضحة. الملامح اتضحت أكثر في نوفمبر عندما تم الإعلان عن هذا الموضوع، وبدأ العمل بطريقة بشكل سريع، وشكلت اللجنة العليا لميثاق العمل الوطني، وكانت القوى السياسية المعارضة كما تعلمون كان في هناك مئات في السجون، كان في بل آلاف في السجون، وكان هناك عشرات من الذين انتهت محكوميتهم ولكن لازالوا يعني داخل السجن. كان قانون تدابير أمن الدولة يفعل فعلته بكل الطرق. في هذه اللحظات وفي نهاية التسعينات نحن على الأقل كقوة معارضة، كان في هناك خلينا نقول قسمين من المعارضة السياسية. أولا لجنة العريضة الشعبية اللي تشكلت وأدخل أو زج بقيادات الرئيسية مثل المرحوم الشيخ عبد الأمير الجمري، الأستاذ عبد الوهاب حسين، الأستاذ حسن مشيمع وآخرين، وأيضا معارضة الأخرى المعارضة الوطنية كأحزاب سياسية سرية مثل الجبهة الشعبية وجبهة التحرير. نحن في الأقل نسمي التيار الوطني الديمقراطي في تلك الفترة في نهاية التسعينات تقدمنا على الأقل تيار الجبهة الشعبية بمشروع للتجمع الوطني الديمقراطي بحيث أن يكون عمله بشكل علني، هذا قبل الميثاق وأيام القمع وأيام قانون تدابير أمن الدولة، بأن ورفعنا شعار حرق السفن، بمعنى أنه لم تعد هذه التنظيمات قادرة على إنتاج وتوليد أفكار جديدة بحكم القمع، بحكم العمل السري، بحكم وجود جزء من مهم العناصر الأساسية القيادية في الخارج، والأخرى أما مكشوفة أو أنها غير قادرة على الحركة. بالتالي طرحنا هذا المشروع وتحركنا على أساسه، وخاصة بين تياري الشعبي والتحرير، ولكن بعد مجيء ميثاق العمل الوطني والتصويت عليه يعني تغيرت الظروف والمعطيات. قبل ذلك لحظات التصويت على الميثاق نريد أوصل إلى أنه عندما تكون هناك إرادة سياسية لفعل معين يستطيع المرء أن يحرق المراحل ويتقدم الصفوف. قبيل التصويت على الميثاق وأثناء لما تشكلت اللجنة لجنة الميثاق وانسحب في البداية 4 من أعضائها وبقى مجموعة من الأخوة الشخصيات الوطنية والديمقراطية، ولكن مع انتهاء وإنجاز عمل هذه اللجنة انتقل النظام إلى عملية البحث عن ضمانات للتصويت على ميثاق العمل الوطني، وكان هذه الضمانات يعني تتركز لدى قوى المعارضة، وكان في هناك خلاف واضح على مسألة المجلسين أن السلطة التشريعية مكون مجلسين، وكان النص مبهم، وبالتالي طلبنا في الحوارات والمفاوضات التي تمت قبيل التصويت، وكان النظام يتحرك والقيادة السياسية تتحرك في أكثر من اتجاه لإيجاد هذه الضمانات للحصول على أكبر قدر ممكن من التأييد الشعبي للميثاق. أذكر إحدى الاجتماعات التي تم التفاهم والتوافق فيها على
التصريح الذي صدر عن الشيخ عبد الله بن خالد يوم 9 فبراير 2001. النص: المجلس المنتخب للتشريع والمجلس المعين للشورى فقط. هذا صيغة هذا النص في منزل الدكتور حسن فخرو، وقتها كان مستشار لسمو الأمير المستشار الاقتصادي، وتم التفاهم عليه بهذه الطريقة وصدر كما أراد المجتمعون. وأنا الحقيقة أسجل هنا يعني الدور الكبير اللي لعب الدكتور حسن فخرو في أيام قبيل التصويت وأثناء التصويت على ميثاق العمل الوطني، وكان جهد مشكور وجهد كبير يجب أن يسجل، وهذا للتاريخ. بعد التصويت عشنا عرس وطني استمر لمدة عام. طبعا قبيل هذا يجب أن أشير أنا أنه لقاء جلالة الملك مع علماء الدين، والكلمة التي ألقيت في مجلس السيد الغريفي وإلى آخره، وكذلك تصريح أو المؤتمر الصحفي اللي عقده سمو ولي العهد يوم 6 فبراير 2001 في مبنى وزارة الخارجية. وكلها التصريح الشيخ عبد الله بن خالد باعتباره رئيس اللجنة العليا لميثاق العمل الوطني ووزير العدل، وأيضا لقاء جلالة الملك مع علماء الدين في منزل الغريفي، وكذلك المؤتمر الصحفي الذي يعني تحدث فيه سمو ولي العهد. كل هذه كانت تتحدث على مسألة أساسية، لأن كانت المعارضة السياسية تطالب بتوضيح هذا النص المبهم في الميثاق، وتم توضيح هذا النص وعاشت البلد عرس وطني حقيقي، خاصة بعد أن تم إلغاء قانون تدابير أمن الدولة وإصدار العفو الأميري الشامل بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وكذلك عودة المنفيين أو من أجبرتهم الظروف إلى العيش خارج البلاد. وعاد الناس لمدة سنة كنا نعيش أعراس حقيقية، وكنا نقول إلى حركة التحرر الوطني العربية برا، يعني هم متفاجئين إنه شلون قياداتكم قاعدة ترجع وإلى آخره، يعني شنو اشتروكم وكل هذه القصص على الطريقة. فالحقيقة وهذه للتاريخ، أعتقد أنه الفترة الذهبية اللي عشناها في 2001 من 14 فبراير 2001 إلى 14 فبراير 2002، عندما نزل علينا الدستور الجديد دستور 2002 بإرادة منفردة، وبالتالي بدأت أسس الأزمة الدستورية تضرب أو تادها في البلاد وتتراكم، ودخلنا في حوار تحت يافطة التحالف الرباعي، 4 جمعيات سياسية معارضة: الوفاق ووعد والقومي والعمل الإسلامي، ولم نصل في هذا الحوار إلى نتيجة. اشتغلنا في المؤتمر الدستوري، عقد أعتقد 3 دورات، ومن ثم يعني دخلنا في مرحلة المشاركة السياسية أو المشاركة في الانتخابات النيابية عندما قررت الجمعيات 4. أريد أن أنتقل هنا إلى روح الميثاق ونصوصه. يعني نحن نطالب بإعادة قراءة الميثاق من جديد. الميثاق جاء بمجموعة من النصوص ويحمل روح تصالحية عالية المستوى، روح من التسامح تجسدت في عملية الانفراج الأمني والسياسي، ولكن تضمن هذا الميثاق وخاصة في القسم الأول منه اللي يحمل عنوان البحرين أو شخصية البحرين تاريخية حضارة ونهضة، جاء في نص الفقرة الأولى من ظل الظروف التاريخية يتطلع الشعب بكل ثقة وعزم
إلى مستقبل مشرق ملأه الحرية والمساواة وركيزته العدالة والشورى وقاعدته المشاركة الشعبية لكل فئات الشعب في مستويات الحكم. وفي نفس القسم جاء أيضا أن صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يطمح إلى تحقيق نهج ديمقراطي يرسي هيكلا متوازنا يؤكد الشراكة السياسية الدستورية بين الشعب والحكومة والفصل بين السلطات الثلاث وتعزيز آليات السلطة القضائية وإنشاء ديواني المراقبة المالية والإدارية. وفي الفقرتين الأولى والثانية من هذا القسم يتحدث أنه في أولا أهداف الحكم وأساسه من الفصل الأول في المقومات الأساسية للمجتمع يقول الميثاق يهدف الحكم إلى صيانة البلاد ورفعة شأن الدولة والحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. العدل أساس الحكم والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات أساسية للمجتمع تكفلها الدولة. أنا أريد أن أستحضر في هذه ونعمل بعض المقاربات على الأقل. في ثانيا من نفس الفصل أكدت الفقرات من 1 إلى 7 على كفالة حريات الشخصية والمساواة ونصت على 1 المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وذلك ما أكده الأمير القائد في أول خطاب له وجهه إلى شعب غداة توليه مقالة الحق في البلاد. 2 الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون، فلا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق القانون وتحت رقابة القضاء. لا يجوز بأي حال تعريض أي إنسان لأي نوع من أنواع التعذيب. احنا في بداية مارس 5 سقطوا في السجن بسبب التعذيب في 2011، وقس على ذلك القتل خارج القانون. لا يجوز بأي حال تعريض أي إنسان لأي نوع من أنواع التعذيب المادي أو المعنوي أو لأي معاملة غير إنسانية أو مهينة أو ماسة بالكرامة، ويبطل أي اعتراف أو قول يصدر تحت وطأة التعذيب أو التهديد أو الإغراء، وبصفة خاصة يحظر إيداء المتهم ماديا أو معنويا، ويكفل القانون توقيع العقوبة على من يرتكب جريمة التعذيب أو الإيذاء البدني أو النفسي. تخيلوا هذه نصوص راقية وحضارية ومتقدمة. تخيلوا لو أن احنا تمكننا من تنفيذها بالفعل وجسدناها على أرض الواقع. لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون المنشئ للجريمة. 5 العقوبة شخصية والمتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب محاكمة عادلة تتوافر له فيها كافة الضمانات التي تكفل له حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة طبقا للقانون. ويجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يتولى الدفاع عنه بموافقته، وحق التقاضي مكفول وفقا للقانون. 6 للمساكن حرمة مصونة فلا يجوز دخولها وتفتيشها إلا بإذن أهلها، واستثناء في حالة الضرورة القصوى يجوز ذلك في الأحوال التي يعينها القانون تحت رقابة السلطة القضائية. للمراسلات الشخصية حرمتها وسريتها، والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مصونة، ولا يجوز أن تخضع هذه المراسلات للرقابة أو التفتيش إلا في حالات الضرورة التي يقررها القانون تحت رقابة السلطة القضائية. وقد بين البند 4 من نفس الفصل الأول حرية التعبير والنشر، لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة
أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي، وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون. هذه النصوص التي صوت عليها شعب البحرين في الميثاق وغيرها الكثير، ولكن سؤال ما بعد الميثاق ماذا جرى؟ تراكمت وجرت المياه كثيرة تحت الجسر، وأعتقد أننا مع استمرار الأزمة التي تفاقمت بعد 2002 وتفجرت في 2011 ودخلنا في السلامة الوطنية، وبدأ العد العكسي للمكتسبات التي حققها المواطن منذ في السنوات الأولى للتصويت على الميثاق، أعتقد أن احنا وصلنا إلى خلاصات جدا حرجة. نحن اليوم في خلاصة القول في موقع جيوستراتيجي أو جيوسياسي جدا حساس في وسط الخليج، الذي يعني لم يهدأ منذ على الأقل منذ منتصف سبعينات القرن الماضي. منتصف السبعينات تذكرون أن شاه إيران هيج الأكراد، أكراد العراق، ودخلوا مع الحكومة المركزية في حرب، فرضت اتفاقية الجزائر بين إيران والعراق، وبعدها اندلعت في نهاية أو في الثمانين، في سبتمبر 80 اندلعت الحرب العراقية الإيرانية، في 90 حصل الاجتياح العراقي للكويت، صار التحالف والحرب على العراق، في 2003 احتلت القوات الأمريكية وقوات تحالف العراق، وبدأ البلد يتفتت وتتشكل الأقاليم الثلاثة بدعم غربي واضح وبدعم أجنبي، حتى قامت في منتصف 2014 الدولة الإسلامية تنظيم داعش وشكلت دولتها في الموصل، وبدأ الاحتراب يصل إلى مراحل جدا متقدمة من الدموية، وبعدها في نهاية مارس 2015 اندلعت الحرب في اليمن، وهكذا وانهارت أسعار النفط، وبدأنا نعيش مرحلة أخرى غير المرحلة التي كنا نحلم بها. فأعتقد من أجل كل ذلك، من أجل كل اللي قرأته نصوصا، كان البحرينيون ذهبوا إلى صناديق الاقتراع ليصوتوا بالإجماع على ميثاق العمل الوطني، حيث كان الحلم يراودهم لتلك الأيام التي لم نعشها بعد. وشكرا لكم. شكرا للأخ الأستاذ رضي على هذا التقديم الجيد والممتاز. يبدو أن احنا فعلا نحن بحاجة إلى أن نستذكر دائما مثل هاي البنود الأساسية في الميثاق، وأعتقد أنه يغنينا عن ألف بيان. لذلك ينبغي نحن نحتفل يوميا بالميثاق حتى نذكر من الذي خالف هذا الميثاق. الآن الدور الأستاذ خليل، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على محمد وعلى الطيبين الطاهرين وأصحابه من تجب. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تشرف بالمشاركة مع القوى الوطنية في هذه الذكرى، ولها أبعاد مختلفة، ولعل يوم 14 فبراير في أكثر من حدث، ميثاق، الدستور، والحراك أيضا، وعيد الحب. أنا قلت في أحد المحافل الدولية أن لعل هذا التزامن طبيعة شعب البحرين أنه محب ويختزن كل هذه المشاعر الودودة، فأكيد انطلاقته نحو حقوقه هي من أجل محبة أيضا، و مرتكزاتها المحبة وليس مرتكزاتها العداوة. راح أقارب الحراك بصورة سريعة مع بعض التركيز على بعض المعاني اللي تعيننا على الاستمرار في المطالبة بحقوقنا السياسية المشروعة، والتي دفعنا
ودفع شعبنا من حوالي قرن من الزمان تكلفة باهظة، ولا يمكن بعد كل هذه التضحيات أن يأتي إنسان ويتنازل طوعية عن الشعب ويقدم نفسه على أساس أنه خلاص كفينا، يعني وفينا وما نحتاج أن نتقدم أكثر. الحراك في 2011 هل هو جديد؟ طبعا لا، والتاريخ يشهد بأن البحرين لها سوابق كثيرة في حراك شعبي، وثق تاريخيا وموجود، من يحتاج أن يرجع له إذا لم يكن متأكد أن هناك تاريخ في هذا الحراك فيرجع إلى التاريخ، والتاريخ سينصف هذا الحراك وجذوره. أسباب؟ نعم هناك أسباب. قد يكون هناك محفزات للحراك وهو ما يسمى بالربيع العربي وبيئة محفزة ينطلق هذا الحراك، ولكن هناك أسباب حقيقية وراء هذا الحراك وهي تراكمات لعل أشاروا إليها الأخوة، تراكمات الأزمة الدستورية سواء كانت في 2002 أو ما سبق في حل البرلمان في 1975، وأيضا تراكمات المشاكل التي تحتاج إلى آلية ومنصة إلى حل هذه المشاكل سواء كانت معيشية أو حقوقية أو أمنية، ولعدم وجود هذه المنصة البلاتفورم على قولة الإنجليز، فتحتاج كل فترة من الفترات أن تجدد هذه المطالبة والذهاب إلى حلول لهذه المشاكل. أيضا من أسباب هذا الحراك هو عدم تفعيل الميثاق، لأن الأستاذ رضي والأستاذ أبو علي الأستاذ محمود ذكروا أن لو كنا طبقنا بنود الميثاق وضمانات الميثاق لما وصلنا إلى هذه المحطة. للحراك أيضا تداعيات، وهذه التداعيات أن هناك أطروحات، وهذه الأطروحات قد تكون غير قابلة للتحقيق، وأطروحات أيضا غير قابلة للاستمرار، مثل ما أن هناك أطروحات يعني غير قابلة للتحقيق من ناحية السقوف، هناك أيضا أطروحات تقول أن علينا التشديد أكثر فأكثر على أساس أن لا يكون هناك أي هبة شعبية مرة أخرى. في أطروحات مقابلة يعني في المتشددة في الجانبين، وهذا طبيعة أن هناك حراك وهناك تداعيات وهناك من يتفاعل بهذا الحراك بسلبية أو بإيجابية، فلذلك يكون هناك تداعيات. من تداعيات هذا الحراك أيضا أن خيارات السلطة كانت غير موفقة وكانت تعتمد على الخيارات الخاطئة مثل مزيد من الحملات القمعية، وإذا تفضل الأستاذ رضي أن أنهينا حزمة أمن الدولة بالمحكمة، محكمة أمن الدولة وقانون أمن الدولة وإجراءات أمن الدولة، اليوم نرجع يمكن ما غطى على الإسكان وعلى البطالة وما شابه، نرجع إلى الآن الوضع الأمني والتعاطي الحقوقي، فكأنما رجعنا بنفس المنظومة ولكن بتسميات أخرى. فهذا كله من تداعيات التعاطي مع الأزمة بمختلف الجهات، بحيث أن هناك حالة غير صحية وصلنا إليها، وخصوصا مع تعثر الجانب السياسي من هذا الحراك. الجانب السياسي هو جانب مهم، من يريد أن يقيس الحراك على أساس أنه مسيرات فقط وخروج في الشارع، فنقدر أن نستعرض أن هناك محطات مختلفة في 14 فبراير، يختلف عن 15، يختلف عن 17 وما بعد 17، في 15 مارس تختلف عن بعد السلامة الوطنية، في 9 مارس في محطات مختلفة نجد أن هناك تفاعل في الشارع بتفاعلات مختلفة. أيضا كان هناك فترات منع إلى المسيرات، وعايشنا هذا المنع لعدة شهور، وثم رفع لهذه المسيرات والتجمعات،
استعاد الشارع زخمه. الآن منذ سنة لا يوجد مسيرات مخطر عنها، يوجد مسيرات عفوية من الناس، لم تنهي الحراك منع هذه المسيرات، ولكن لا يمكن أن نقيس هذا الحراك بمستوى هذه المسيرات، فقط من جانب أن الحراك انتهى لأن لا يوجد مئات الآلاف في الشارع في تظاهرات كبيرة، وأن المطالب انتهت لأن الحراك وصل إلى درجة بالعشرات أو بالمئات إذا قسناه على الجانب الشعبي أو جانب التظاهر. حراك في بعد سياسي جعل من النظام يقبل بالحوار في 2011 يوليو ويطلق ما سمي بحوار التوافق الوطني، يعني هذا جزء من الحراك أدى إلى هذا الحوار بغض النظر عن تقييمنا إلى هذا الحوار. أيضا هناك حوار آخر انطلق في 2012 وكان هذا الحوار خاص واستمر فترة وانقطع. هناك حوار علني آخر بين الجمعيات السياسية يقوده وزير العدل في 2013 استمر 19 أشهر وانتهى. هناك حوار آخر رابع في 2014 يناير بقيادة سمو ولي العهد. وصلنا إلى محطة الانتخابات، السلطة اعتقدت أن بالذهاب إلى الانتخابات أنهت الحراك السياسي في هذا الجانب. أيضا للحراك بعد إعلامي، وهذا البعد الإعلامي تميز بوجود أفلام عن الحراك البحريني، مو فيلم واحد، تميز بوجود مقابلات ولقاءات، تغطيات إعلامية، يعني تقارير إعلامية. في الجانب الإعلامي أيضا المطالب الشعبية رسخت. اليوم أو أمس في الذكرى الخامسة الإعلام يستحضر كل هذا الزخم الإعلامي الذي وجد من 5 سنوات، لم يغيب عن الإعلام كل الإعلام، بي بي سي غير البي بي سي، أنا لا أتحدث عن قنوات تتهمها السلطة بأنها منحازة وهي من تؤجج، أنا أتكلم عن قنوات عالمية. يستحضر هذا الإعلام سواء كان المقروء صحافة الاندبندنت في واشنطن بوست واشنطن تايمز تستحضر أن هناك أزمة، هذا جزء من الحراك أيضا وأن هذا الحراك مستمر. هناك بعد حقوقي في هذا الحراك، جاء ببسيوني، جاء بتوصيات جنيف، جاء بعشرات التقارير، لنقول مئات التقارير، جاء بعشرات البيانات وجاء بالتصريحات الحقوقية المختلفة. هناك حراك دبلوماسي على مستوى الدولة وعلى مستوى القوى السياسية سواء كانت معارضة أو تقترب مع الدولة، مئات اللقاءات داخل البحرين وخارج البحرين، لقاءات دبلوماسية ولقاءات من الخارجيات ولقاءات من البرلمانيين وما شابه، أيضا هذا جزء كبير من هذا الحراك ولا زال مستمرا. تعليقات من دول ومن منظمات عن المصالحة في الأخير الآن نتكلم، كانوا يتحدثون في السابق يتحدثون عن القمع ويتحدثون عن ضرورة وقف هذا القمع وضرورة الحوارات وضرورة المصالحة مع الشعب والقوى الوطنية المعارضة. كل هذا الحراك من قام به؟ شباب، نخب، جمعيات، مؤسسات، مجتمع مدني، صحفيين، مصورين، يعني إعلاميين، مغردون، كل هذه المكونات هي ساهمت في هذا الحراك. لا يستطيع أحد أن يقول أنا أطلقت الحراك أو أنا صاحب الحراك أو أنا الذي أتنازل عن هذا الحراك، فهو مكون من مكونات عديدة. الموقف السياسي الآن، اليوم نتحدث عن الموقف السياسي لدى الدول الحليفة الدول الكبرى أن ضرورة المصالحة الأمم المتحدة، يعني نتحدث عن سيد كيري يقول في لقاء مع وزير خارجية مع الشيخ خالد بن أحمد أن أنا مهتم بقضايا الإقليم ومهتم بقضايا الوضع المحلي والمصالحة وسأتي إلى البحرين، هذا قبل كم شهر. سيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث عن ضرورة
المصالحة بالحوار، وأيضا ضرورة احترام حقوق الإنسان وبالأخص حرية التعبير وما شابه. وكثير من السفراء والدبلوماسيين والبرلمانيين والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي وأعدد، أستطيع أن أعدد. أنا أريد أن أتوقف عن دور الجمعيات السياسية برهة من الزمن في كل هذا المشهد السياسي. الجمعيات السياسية أما أن تكون دورها أصيل تتفاوض بشيء خاص بها، أو أنها تعبر عن إرادة شعب وأنها وكيلة، وهذه الوكالة ليست وكالة يعني خلنا نقول رسمية، بحيث أن خلاص أنا تفويض مطلق وأنت وكيل بما يعرف بالوكالة والتخويل والتفويض على بياض. لا، الوكالة تأتي هنا من ثقة الناس في هذه الجمعيات السياسية، من دور هذه الجمعيات السياسية. يعني مثل ما احنا نروح للطبيب ونروح إلى الحلاق ونذهب إلى المهندس، هناك في البعد السياسي أيضا والمحامي، نذهب إلى أهل الاختصاص في قضايا المختلفة. الجمعيات السياسية لها دور وطني كبير في البعد السياسي. هذا البعد أما أن يعبر عن الإرادة الجامعة، وأما أن يبحث عن الإرادة الجامعة، أو أن يبحث أو يعبر عن إرادة مجموعة صغيرة من الناس أو فئة من الناس أو مطالب تعالج فئة صغيرة من الناس، أو أنه يبحث عن حل مستدام أو حل جزئي أو حل ترقيعي أو حل عبر مراحل. ما الذي يحرك هذه الجمعيات السياسية التي يجب أن تكون أحزاب سياسية، ولكن الظروف هنا في البحرين على أساس لا نقول أحزاب وتداول سلمي للسلطة، أخذ النظام بهذه المسميات ليحجمها في عطائها السياسي وفعلها السياسي، ولكن هي تحاول تجتهد أن يعني تخرج من هذا الإطار الضيق. الجمعيات على أساس أن تعبر عن الإرادة الشعبية تتمسك بمرئيات تفصلها على رؤيتها هي الخاصة أو مقاربتها بما يطلبه من حقوق مشروع هذا الشعب. هذه المرئيات عندما تقدم، هل تقدم على أساس النظام العالمي الموروثات معينة خاصة بإقليم معين، على أسس أفضل الممارسات، على أسس أحلام وردية، أو مجموعة من هذه العناوين جميعها تراعي حتى ما يطلق عليه الخصوصية؟ احنا في دول الخليج، فلذلك تأتي رؤية الجمعيات السياسية على أساس ما هو الصالح للبحرين من نظام سياسي في شكل النظام. نعرف أن هناك أطروحات وهناك أيضا أشكال للنظم السياسية، في جمهوري، في ملكي، ملكي دستوري، ما شابه، برلماني، برلماني كامل، رئاسي، ما شابه. ففي شكل النظام، في تفصيل وهيكلية هذا النظام، فهذا دور الجمعيات. الجمعيات هل تأخذ بما هي تعتقد أن الوضع الجيوسياسي والوضع الإقليمي والوضع الأمني هو فقط في هذا الحدود، أو أنها تطرح رؤية سياسية لتكون مقاربة حقيقية تمازج بين المطالب وبين الواقعية وبين ما يمكن أن نتفاوض عليه في المستقبل؟ عن ماذا تتنازل؟ تتنازل عن حقوق الناس في الكرامة، في العدالة، في المحاسبة، في الشراكة في السلطة، أو تتنازل عن تفاصيل داخل عناوين كبيرة يجب أن تتمسك بها على أساس أن تقارب هذه المبادئ التي تتحرك من أجلها وفي الموقعية التي تمثلها هذه الجمعية؟ هناك عناوين عريضة ومهمة مثل المراجعة وإعادة التقييم والنظر إلى المرحلة، ولكن هذه العناوين لا يمكن أن تطبق إلا أن يكون هناك محددات في فهم إلى طبيعة دور الجمعيات السياسية وطبيعة المطالب الشعبية وحقية هذه المطالب وطبيعة ما يصلح البحرين من نظام سياسي
أن يتفق عليه الجميع، على أساس أننا عندما نذهب إلى المراجعة وإعادة التقييم لكل هذه الأبعاد، نحن نذهب إلى مراجعة حقيقية صالحة لأن تقدم حل، وليس صالحة لأن تؤزه الوضع أكثر. أيضا علينا أيضا أن عندما نطلب المراجعة وإعادة التقييم أن نضع أيضا محددات إلى تقييم النظام وتعاطي النظام مع الأزمة، مع الميثاق، مع المطالبات الدولية، المطالبات المحلية، وأيضا تعاطي شركائنا في الوطن. لا يمكن أن أطلب فقط إعادة تقييم وأنا لست أرفض إعادة التقييم من طرف واحد وأقول لك كل خطواتك خطأ أراجعها، كل مطالب خطأ لا تصلح راجعها، كل يعني حرافك السياسي خطأ يجب أن تراجعه، ولا أطلب أي مراجعة من أي طرف في المعادلة الوطنية وهو السلطة وشركاء الوطن. من قال أن شركاء الوطن لا يحتاج أن يعيدون وتقييم مواقفهم؟ اليوم مو إحنا نقول أن هذا البرلمان عاجز، مو المعارضة أن هذا البرلمان عاجز، قيل في البرلمان ما لم من الذين صوتوا بكثافة وحفزوا الناس، قيل قالوا في البرلمان عن عجزه وعن عن عدم وجود صلاحيات، قيل فيه ما لم تقله المعارضة. هذا ألا يتطلب من شركاء الوطن الذين صوتوا إلى البرلمان أن يذهبوا إلى إعادة تقييم إلى موقفهم أيضا السياسي في رفض كل ما تطرحه المعارضة؟ السلطة أيضا تحاول أن تنكر أن هناك أزمة، خصوصا حديث اليوم يحاول أن ينكر. مراجعة بسيطة، راجع كلمات عاهل البلاد بالاعتراف بمشروعية المطالب، بسمو ولي العهد، بالمسؤولين الكبار، بالحوارات التي جرت، بتقرير سيد بسيوني. أيضا السلطة مطالبة بأن تعيد تقييم كل شيء. نحن مع المراجعة، ولكن المراجعة الشاملة ووفق محددات واضحة على أساس أن نقيم أين هي مكامن الخلل في الخمس سنوات الماضية، وكيف أن نضع الحلول للخمس سنوات الآتية. من يقول مشاركة، ومن يقول مقاطعة، ومن من يقول خلاص الحوار داخل هذه قبة البرلمان الحالي أو ما شابه، دعونا نضع خارطة الطريق إلى هذه المحددات على أساس أن يكون التقييم فعلا تقييم ينقلنا من الأزمة إلى الحلول. أما إذا يعني مختصر الكلام أن هناك معارضة هي من تسببت في هذه الأزمة، وهي من عليها أن يراجع، وهي عليها أن تقدم المبادرة تلو المبادرة. الأستاذ أبو علي قدم إلينا آخر مبادرة هذه كانت موجودة غير اللي إحنا تقدمنا بها سابقا يعني، ولم يكن هناك مشتري. المشكلة في أن أنت تطلب أن تقدم مبادرات لمن لا يشتري هذه المبادرات، لأن المشكلة ليست في المبادرات، المشكلة أن هناك في طرف السلطة يعتقد أنه انتصر ويتعامل على أساس أنه المنتصر، ونحن قلنا في الوطن لا يوجد منتصر، يوجد خاسرين أو رابحين مع بعض. فنحتاج أن نعيد أن نقيم حتى بعض المفاهيم، مفاهيم ماذا نعني بالتوافق، ماذا نعني بشركاء الوطن، ماذا نعني بالحوار. كل هذه المفاهيم الآن تجير إلى يعني شركاء الوطن وليس مسموح لهم أن يطالبوا بحقوقهم. كيف تكون هذه الشراكة؟ شركاء الوطن وهم خارج النظام، خلنا نقول حتى لو كان بإرادتهم، النظام لا يسعى أن يحتضن هؤلاء ويرجعهم إلى حاضنة الوطن والنظام السياسي، أو يقول لهم اطلعوا خارج. في مفاهيم التوافق، أما أن أقبل بما يطرحون ولا أنا خارج التوافق، هذه المفاهيم تحتاج إلى إعادة مع المراجعة، ولكن هذه المراجعة الحقيقية. أنا سأختم حديثي ببعض النقاط السريعة. وثيقة المنامة تتحدث عن خمس عناوين، وهي رؤية سياسية وليس تفصيلية، وطرحنا أكثر من مرة. حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية، سلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة لها كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية،
قيام سلطة قضائية موثوقة من خلال استقلال مالي وإداري، الأمن للجميع. هذه الخمس العناوين الأساسية. وثيقة المنامة مكتوبة أنها منبثقة من مبادئ السبعة لولي العهد. ماذا طرح سمو ولي العهد؟ مجلس واحد، مجلس نواب كامل الصلاحيات، حكومة تمثل إرادة الشعب، دوائر انتخابية عادلة، التجنيس، محاربة الفساد المالي والإداري، أملاك الدولة، معالجة الاحتقار الطائفي. حوارات متعددة، وصلنا إلى خمس نقاط. الدوائر، أن تكون الدوائر الانتخابية أكثر توازنا وتمثيلا، وتعزيز وتأكيد استقلالية اللجنة العليا للانتخابات. السلطة التشريعية تعيين أعضاء مجلس الشورى سيكون وفقا للإجراءات والضوابط، هذه ما نعرف وش الإجراءات والضوابط، وأن يتم وضع ضمانة لعدم تعطيل العملية التشريعية من حيث الإرادة التشريعية والفترة الزمنية، إذا نقول كامل الصلاحيات يعني، وإمكانية توجيه سؤال لرئيس الوزراء. اللافت في هذه النقاط الخمس، يكلف تشكيل الحكومة، يكلف جلالة الملك رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة ما بعد إجراء التشاورات. عموما النقطة المهمة أن يوافق المجلس بغالبية أعضاء، بالغالبية المطلقة في المرة الأولى، التعديل الرفض، التعديل الثالث الرفض، يؤدي إلى حل المجلس. عندما نتحدث عن المصادقة بغض النظر عن التفاصيل الآن، جزء من عندما تتحدث المعارضة عن الحكومة المنتخبة، واحد من أجزاء الحكومة المنتخبة هو إعطاء الثقة من البرلمان. الآن في عنوان آخر، من يكلف رئيس الوزراء وكيف تكلف تشكل هذه؟ فنحن باختصار شديد يعني، باختصار شديد احنا في العناوين غير مختلفين، لا مع وثيقة المنامة ولا مبادئ ولي العهد ولا الخمس نقاط الأخرى. وأقول في العناوين، عندما نتحدث عن الحاجة إلى مناقشة الدوائر الانتخابية، النظام الانتخابي، عندما نتحدث عن الحاجة إلى مناقشة السلطة التشريعية، عندما نتحدث عن الحاجة إلى مناقشة الحكومة وتشكيلها وصلاحياتها ومحاسبتها، عندما نتحدث عن القضاء، وعندما نتحدث عن الأمن، هذه وثيقة المنامة. هناك تفاصيل والشيطان يكمن في التفاصيل. نعم، المخرج بعد كل هذا الحديث، اليوم محتاجين إلى خطوات تهدئة، خطوات بناء ثقة، تواصل من أجل الاتفاق على حوار جاد، وثم التفاوض على كل هذه النقاط التفصيلية في العناوين الخمسة التي نتفق على العناوين ونختلف على التفاصيل. من غير التهدئة، من غير وقف الخيار الأمني يعني، وبناء ثقة متبادل بين الأطراف، وأيضا التواصل على أساس أن نعرف كيف نبدأ الحوار، أعتقد سنقف مكاننا. لن يفيد تقديم عشرات المبادرات، سواء كان من الجمعيات السياسية ولست ضدها، أو من الشخصيات الوطنية، أو من الأطراف الخارجية، إذا كان هناك صد ولا إرادة إلى تحقيق أي انفراج في الوضع السياسي. والحمد لله رب العالمين.